في حاجات لازم تفضل جميلة ونظيفة وبيضة تمام زي الأنسة. لما تتجوز وتبقى مدام ما ينفعش ترجع أنسة تاني. دي أحلى حاجة في حياتي. يا رب الواحدة حياتها كلها ما تبقاش زي المسلسلات دي. فاكرة شادي بتاع نادي اللي اختر كنا بنتدرب فيه؟ انت قليل الأدب. النهاردة عملت ترقيح صناعي لمريض عندي بالغلط. فرح انت حامل؟ يعني ايه؟ أنا طالعة في البيت. مين الأب؟ أنا أبو البيبي. طارق أنا حامل.